من جديد أهلا بكم. استشهد 5 أطفال فلسطينيين بقصف إسرائيلي طال مخيم الشاطئ بمدينة غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال استهدفت مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في محيط مقهى بالمخيم، مشيرة إلى أن القصف تسبب كذلك بإصابة عدد آخر من الأطفال. هذا وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 شهيدا و128 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وبحسب وزارة الصحة في غزة فقد ارتفعت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 42,200 شهيد، فيما بلغ عدد الإصابات من جراء العدوان الإسرائيلي إلى قرابة 98,500 منذ 7 أكتوبر. وسعت القوات الإسرائيلية توغلها شمالي قطاع غزة، إذ وصلت الدبابات إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، مما أجبر الكثير من الأسر على مغادرة منازلها. وقال سكان إن القوات الإسرائيلية عزلت فعليا مدن بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في أقصى شمال القطاع عن مدينة غزة، ومنعت التنقل بين المنطقتين إلا بعد الحصول على تصريح من الاحتلال للأسر الراغبة في مغادرة البلدات الثلاث انصياعا لأوامر الإخلاء. ويقول مسؤولون فلسطينيون والأمم المتحدة إنه لا توجد مناطق آمنة في غزة، كما أبدوا مخاوفهم إزاء النقص الحاد في الغذاء والوقود والإمدادات الطبية في شمال القطاع، وقالوا إن خطر المجاعة يلوح هناك. احنا نزحنا من عند ابو اسكندر، طلبوا رموا علينا مناشير وقالوا لنا اطلعوا، احنا طلعنا وهينا اجينا على ملعب اليرموك ورحنا على المدارس، فلقينا المدارس مليانه وممتلئه كثير وزحمه وما فيش مكان ان احنا نقعد فيه، فاجينا على ملعب اليرموك وكمان ملعب اليرموك هيو كمان كثير مليان ناس، طب احنا وين نروح؟ وين نروح في صغارنا؟ وين نروح في الكبار السن اللي معانا؟ لا في مأوى منيح ولا في مأوى منيح ولا في دار انك انت تلجأ عليها، قصف هنا وقصف هنا، طب احنا ايش نسوي؟ اللي صار معانا كان من قبل 8 أيام، كنا نايمين في رعاية الله، ما تفاجأنا الا الغارات للسلاح الجو الاسرائيلي والمدفعية، وما كنا نعرف شو اللي بيصير معانا، فأنا كان يومها نمنا فتفاجأنا الا قالوا تغول الجيش الاسرائيلي بالدبابات والاليات، فصار ضرب قذائف عشوائي، ضرب السلاح الجو، يعني كان عندنا اطلاق النار زي المطر، فاجينا على هذا ملعب اليرموك، هو ملعب يعني فوتبول، ملعب فوتبول عادي، فما نلقاش لنا مأوى الا اجينا على ملعب اليرموك على بنائنا وحنا فيه، واكثر من 50 عائله خلف الموجودين فيه في الخيام، وما يعني زي ما انت شايف معنا اطفال صغار، يعني هذا الطفيل رضع عمره في اليوم 10 ايام، هذا الطفيل عمره 10 ايام زي ما انت شايف. من دير البلح ينضم إلينا مراسل المملكة باسل العطار، أهلا ومرحبا بك معنا باسل. تفاصيل الساعات الماضية كيف تبدو في قطاع غزة بشكل عام وتحديدا المناطق الشمالية من القطاع؟ نعم عبد الله، الغارات الإسرائيلية مستمرة والقصف الإسرائيلي مستمر والذي طال جميع مناطق القطاع، لكن إذا ما تحدثنا عن مناطق شمال القطاع أي مدينة غزة ومحافظة الشمال فقد نالتا النصيب الأكبر من عمليات القصف الإسرائيلية التي استهدفت مخيم الشاطئ في غرب مدينة غزة. القصف الإسرائيلي تسبب في استشهاد 5 أطفال حيث كانوا يلعبون في تلك المنطقة قبل أن يتم استهدافهم بصاروخ إسرائيلي. القصف الإسرائيلي تسبب في حالة هلع كبيرة، خاصة وأن مخيم الشاطئ بات من المناطق التي تستضيف العدد الأكبر من النازحين الذين نزحوا من شمال القطاع، أي من مخيم جباليا، بلدة جباليا، بلدة بيت لاهيا باتجاه مدينة غزة، وهم يركضون حتى الآن الاتجاه إلى جنوب الوادي كما تريد إسرائيل، أي باتجاه المحافظة الوسطى ومحافظة رفح وخان يونس. أيضا في شمال القطاع القصف الإسرائيلي وعمليات نسف المربعات السكنية ما زال مستمرا حتى هذه اللحظة. نحن نتحدث عن انفجارات متتالية منذ ساعات الصباح، يسمع صدى الانفجارات من مدينة غزة، أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كبير جدا من تلك المناطق، وبالتالي نحن نتحدث عن عملية نسف إسرائيلية
لأي مكان موجود في شمال القطاع، أي أن عمليات النسف تطال المنازل، المدارس، الطرق، البنى التحتية، كل شيء يتم تدميره. وبات الآن الحديث ربما بشكل علني وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية أو حتى وفق وسائل الإعلام الأمريكية أن بنيامين نتنياهو قد بدأ بالفعل في تنفيذ ما تعرف بخطة الجنرالات. هذه الخطة عبد الله تهدف إلى إفراغ شمال القطاع بشكل كامل من الفلسطينيين، بعد ذلك تحت الضغط طبعا يطالب بإخلاء تلك المناطق، بعد ذلك سيتم تصنيف أي فلسطيني هناك وفق الرؤية الإسرائيلية على أنهم مقاتلين، وبالتالي استباحة استهدافهم بأي لحظة. أيضا هناك دراسة الآن كما تقول وسائل الإعلام العبرية لمنع إدخال المساعدات والوقود بشكل كامل إلى شمال القطاع. نحن نتحدث عن خطة إسرائيلية حتى الآن تصطدم بإرادة البقاء التي أعلنها ما يقرب من 300 ألف فلسطيني في شمال القطاع، الذين يجدون أن أولا ربما ما يمنعهم من الخروج أولا أنهم الأمل الباقي الآن للنازحين بالعودة إلى المناطق الشمالية، وأيضا إفشال الخطة الإسرائيلية. والنقطة الأهم أن هناك قناعة لدى الفلسطينيين في شمال القطاع أن الانتقال إلى المناطق الجنوبية يعني أن المعاناة ستتفاقم، معاناة البحث عن مكان، التواصل مع الأقارب هنا دائما ما كان يؤكد أن خيار الانتقال إلى المناطق الجنوبية ليس خيارا سليما باعتبار أن إسرائيل تستهدف الجميع والأزمات الإنسانية كما هي، وبالتالي أثرت هذه العائلات البقاء في شمال القطاع مهما كانت التضحيات. هذا الأمر حتى الآن الإعلام العبري حتى يتحدث عن مفاجأة إسرائيلية عن أنه حتى الآن لم يتم رصد موجات نزوح كبيرة من شمال القطاع إلى جنوب القطاع، لكن هذا لا يعني أن العائلات تعيش في ظروف إنسانية. نحن نتحدث عن مجاعة، انقطاع المياه بشكل كامل من شمال القطاع نتيجة توقف محطة التحلية الرئيسية، الوقود يدخل بكميات قليلة جدا إلى مستشفى كمال عدوان، بقية المستشفيات تعاني، حتى كمية الوقود التي دخلت لمستشفى كمال عدوان مهددة بالنفاذ، وبالتالي إسرائيل تريد وقف المنظومة الطبية في شمال القطاع بينما تريد الطواقم الطبية استمرار العمل مهما كان الأمر باعتبار أن وجودها الآن ضروري في ظل ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر على شمال القطاع. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من دير البلح مراسل المملكة باسل العطار. كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع خطة تقضي بحصار وتجويع كل من يبقى في قطاع غزة. لا حياة لمن في غزة، حسم الجنرالات محفوف بتصورات أرنب قبعة نتنياهو. الجنرال المتقاعد جيورا آيلاند بخطته للمعركة الأخيرة في غزة، تهجير من شمالي القطاع إلى جنوبه، فرض الحصار على من يتبقى في الشمال ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وصم كل من في الشمال بالإرهاب وبأنه الهدف التالي في الحرب، وأخيراً إعلان شمالي محور نتسريم منطقة عسكرية مغلقة. أحكام الضرورة التي فرضها عدم التوصل إلى اتفاق التهدئة وتحرير الرهائن والخيار المر لإنهاء حماس من على وجه غزة وإن كلف الأمر حرق الأرض تحت أقدامهم. الخطة التي وضعها منتدى ضباط الاحتياط لم تأتي وليدة اللحظة، فقد روج لها كما يعرف في الأوساط الإسرائيلية منظر الحرب على غزة ورئيس مجلس الأمن الداخلي لرئيس الوزراء بين عامي 2004-2006 الجنرال آيلاند، والذي أكد ضرورة تجويع الفلسطينيين إلى حين الاستسلام. وقد عرضت لمرات عدة على المجلس الوزاري المصغر وصادق عليها 27 عضواً من بينهم 3 وزراء إلى أن الحديث بشأنها قد أجل لعدة مرات إلى أن وافق نتنياهو لعرضها للمصادقة خلال الأيام القليلة المقبلة.
صديق نتنياهو الذي وجده في ضيق الحرج من أن بنود الخطة قد تخرق القانون الدولي الإنساني، أكد أن الخطة تقضي بإخطار أهالي الشمال القطاع بضرورة أن يخلي أكثر من 320 ألف فلسطيني الشمال إلى الجنوب خلال أسبوع، وهو ما فعلته إسرائيل لأكثر من 55 مرة، مما سيفرض حصاراً على من يتبقى وقوامهم 5000 شخص ترميهم تل أبيب بغيب انتمائهم لحماس، فالموت لهم جوعاً أو رمياً بالرصاص. وعلى الرغم من عدم دعم واشنطن لبنود الخطة، إلى أن ما كشفته الأيام القليلة الأولى من العام الثاني للحرب يقضي بأن التهجير وقع ولأماكن غير آمنة، وأن كل الغزيين تحت مرمى ادعاء الاحتلال جوعاً لجوءاً أو قهراً. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واقتحامات واسعة في الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 19 فلسطينياً. هذا ودارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة أسفرت عن إصابات بصفوف الفلسطينيين. أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني أن فرق الوكالة تعمل على مدار الساعة في منشآتها وتستقبل النازحين الفلسطينيين والسوريين واللبنانيين على حد سواء. وقال لازاريني أن العاملين في الوكالة يقدمون للنازحين المساعدات الأساسية بما في ذلك الدعم النفسي للأطفال، وحذر من أن توسع الحرب في لبنان يبعد عن التوصل إلى وقف إطلاق نار، مؤكداً أنه حان الوقت ليضع قادة المجتمع الدولي حداً للمأساة الإنسانية المتصاعدة بالشرق الأوسط. حرب متصاعدة من إسرائيل على الأونروا منذ بدء العدوان على غزة. حكومة نتنياهو كانت قد وجهت اتهامات للوكالة مدعية تواطؤ الأونروا وضلوعها بطوفان الأقصى، وصدق الكنيست مبدئياً على 3 مشاريع قوانين تقضي بإعلان الأونروا منظمة إرهابية وحظر عملها في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها. وفي شهادات لبعض العاملين بالوكالة، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإرغامهم على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة، وتوقفت عدة دول مانحة عن تمويل الأونروا في أعقاب الاتهامات الإسرائيلية، لكن العديد منها تراجعت منذ ذلك الحين عن القرار بعد أن برأ تقرير مستقل الأونروا ودحض الاتهامات الإسرائيلية. على الرغم من ذلك، واصل الجيش الإسرائيلي استهدافه للمقرات التابعة للأونروا وقتل آلاف النازحين المحتمين في 70% من مدارسها. كما أعلن المفوض العام للوكالة الأممية فيليب لازاريني مقتل أكثر من 200 من موظفيهم خلال الحرب المتواصلة على القطاع، لتكون أكبر خسارة منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945. مؤخراً قام الاحتلال بمصادرة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بهدف وقف أنشطتها والتحريض ضدها في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرار 2730 الذي يلزم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني. عواقب كارثية لإجراءات إسرائيل المعادية للأونروا تعرقل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع في الوقت الراهن وفي عموم مقراتها بالإقليم. ولا يبدو أن هنالك قوة قادرة على لجم تحركات الاحتلال المستمرة في تجاهله لقرارات مجلس الأمن الدولي بوقف حربه على غزة. من القاهرة تنضم إلينا مديرة المكتب الإعلامي للأونروا في غزة إناس حمدان. أهلا ومرحبا بك معنا سيدة إناس. يبدو بأن هناك استراتيجية واضحة لدى حكومة نتنياهو المتطرفة فيما يتعلق باستهداف الأونروا ومحاولة طمسها ومحاولة أيضا إلغاء عملها في مناطق العمل وتحديدا في الأراضي الفلسطينية، وربما الاستيلاء على مقر الأونروا في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة كان أكبر دليل على ذلك. الآن كيف يمكن الحديث عن هذه الهجمة الإسرائيلية فيما يتعلق بمحاولة إلغاء دور الأونروا التي ما زالت تتابع عملها على الرغم من كل ما تتعرض له من إجراءات إسرائيلية وانتهاكات سواء للموظفين أو حتى للمقر العاملة في قطاع غزة؟ أهلا بك وتحياتي للجميع، شكرا للاستضافة. يعني بالتأكيد
الخطوات ربما الأخيرة والإجراءات التي سيكون على الاستجابة الإنسانية كانت ضمن سلسلة من الحملة الممنهجة التي بدأت واشتدت ربما من منذ أشهر على الأونروا، وابتدأت كما ذكرت الاتهامات إلى عدد من الموظفين، ومن ثم البدء بقصف عدد من المنشآت التي تعلم جميعا أنه هي تستخدم للأغراض الإنسانية ولتقديم الخدمات، وهذا سواء في غزة أو في باقي مناطق العمليات. يعني هي وجدت بتفويض أممي لتقديم هذه الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، والكل يعلم كم يعتمد على هذه الخدمات السكان في قطاع غزة وفي باقي مناطق العمليات. ابقي معي سيدة إيناس، أعتذر منك، فقط أشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تتعلق في نقاش هذا الموضوع. وزير الخارجية أيمن الصفدي لمفوض الأونروا: السماح لإسرائيل باستهداف الوكالة يعني السماح بخرق حقوق الشعب الفلسطيني. هذه تصريحات في لقاء ما بين وزير الخارجية أيمن الصفدي وأيضا المفوض العام للأونروا. إذا الصفدي يقول بأن السماح لإسرائيل باستهداف الوكالة يعني بشكل واضح السماح بخرق حقوق الشعب الفلسطيني. في هذا الإطار سيدة إيناس، وفي هذا الجهد الأردني فيما يتعلق بهذا التحضير، كيف يمكن حديث عن سياق فعليا خرق حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة إلغاء الأونروا ليس فقط على مستوى خدمي وإنما أيضا على مستوى سياسي يتعلق بحق الشعب الفلسطيني؟ الأونروا تمثل رمزية هامة هنا. الأونروا تقدم هذه الخدمات بشكل أساسي للاجئين الفلسطينيين، بالتالي هي الشاهد على قضية اللاجئين ونكبة فلسطين، بالتالي هذه نقطة هامة هنا. لذلك تزال لم تحل شائكة وحسب القوانين، بالتالي تفويض الأونروا مستمر، وهي كما ذكرت أنت في أول المقابلة لا تزال فرقها موجودة وتقدم الخدمات رغم كل التحديات اللامنتهية التي توضع في طريق تقديم الاستجابة الإنسانية والإمدادات، ويعني هذه كثيرة أمثلتها خصوصا في غزة. بالتأكيد هناك دولي للدور المحوري الذي تقوم به الأونروا، وهذا التصريح الأخير الذي تفضلت به يعني يدلل على مدى الثقة التي تتجدد من المانحين والدول الشريكة والداعمة دوما مثل الأردن لعمل الأونروا في مناطق العمليات الخمس. الأونروا هي بمثابة عمود فقري للاستجابة الإنسانية في غزة وباقي المناطق، بالتالي دعها هو من أهم الأمور. نعم. التي يجب التركيز عليها في الفترة أيضا الحالية. سيدة إيناس أعتذر عن المقاطعة، ولكن فقط أشير إلى هذه الأخبار العاجلة أيضا نقلا عن وزير الخارجية أيمن الصفدي الذي يلتقي بالمفوض العام للأونروا، والذي تحدث بأن استهداف الإسرائيل للأونروا هو يعتبر جزء من محاولتها لتصفية قضية اللاجئين بشكل واضح. وأيضا الصفدي يتحدث بأنه على المجتمع الدولي التصدي لمشاريع القرارات الإسرائيلية ورفض تطبيقها بشكل واضح، وأن يدعم عمل الأونروا وفق التكليف الأممي الممنوح لها. وبالتالي هنا أيضا أعود إليك سيدة إيناس، إلى أي مدى نتحدث عن قدرة المجتمع الدولي فعليا على الوقوف الآن بحزم فيما يتعلق بوجه الإجراءات الإسرائيلية؟ هل تعتقدين بأنه سيكون هناك موقف واحد وموحد فيما يتعلق بعمل الأونروا ومحاولة أيضا الحفاظ عليها في الاستمراريتها؟ يعني من الواضح أنه الداعمين والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام مع الأونروا واستمرارية عملها، لأنه الكل يدرك بأن وجود الأونروا هو عمل استقرار في المنطقة، هناك فقط القرب تفكيكها وعدم وجودها في المنطقة خصوصا في هذه الأثناء. يعني أذكر التصريح الأخير كان في هذا السياق تحديدا للأمين العام، قال بأنه الأونروا هي مهمة الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب الحفاظ عليها ويجب على الجميع دعمها. يتبقى ما إذا ستكون هذه هي الخطوات فعلا التي ستترجم على أرض الواقع. نأمل أن يتم تسهيل عمل وتسهيل المهام المفصلية
التي بذبت شريان حياة على الأراضي التي يتواجد عليها اللاجئون والذين هم الآن بأمس الحاجة لكل خدماتهم. شكرا لك على كل هذه التفاصيل. نعتذر عن تقطع في الصوت من المصدر، مديرة المكتب الإعلامي للأونروا في غزة إناس حمدان، كنت معنا من القاهرة. مستمرون في هذه الساعة الإخبارية وفيها أيضا، في ظل الأزمات الحاصلة بالمنطقة والحرب الإسرائيلية على عدة جبهات، أسعار صرف الدولار بارتفاع ملحوظ في العراق، والمخاوف تلازم أبنائه من انعكاس على السلع الأساسية والغذائية. ما أجملك أيتها المدرسة العظيمة، وما أجمل تلك الأيام. هذه المدرسة الوحيدة اللي هي مدرسة مادبة ثانوية فقط من حسبان إلى 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 الموجب. كانت مدرسة برأيي فعلاً متميزة ومتقدمة. خرجت حقيقة جيل مبدع وجيل كان له دور في بناء الأردن منذ تأسيسه وحتى الآن. كانوا يعطونا العلم الحقيقي على شح الموارد في تلك الفترة. المدرسة كانت مشعاع، يعني ما في واحد بده له مستقبل من أهل مادبة إلا دخل في هذه المدرسة. كيف تقرأ هذا المشهد؟ أنا بقرأ قراءة مختلفة، بس كأنك قريت عينيا. كيف تسميها؟ برلمان حزبي. لم تكن متوقعة؟ النتائج أظهرت أغلبية أم معارضة؟ في كتلة معارضة واضحة. تؤيد ما تفضل فيه أم لا؟ مقنع. السؤال من قسمين، أنا بدي أجيب السؤال وأدي لك إياه. السؤال إذا بتحب تجاوب، أنا إذا بتحبش أنا بجاوب. هذا الشكل تفضل. أنا بدي أحكي في سطر أنت تفضل فيه. سطرين. إذا ذهبنا إلى التشكيل الجديد من حيث الوزراء الجدد، نلاحظ بأن كل الطاقم الاقتصادي جديد. هل سيكون خلاف بين الوزراء الحزبيين مع الحكومة؟ ممكن يتشاوروا مع أحزاب مشاركة. قولي نعم أو لا. نعم. أهلا بكم من جديد. أكد الرئيس العراقي جمال عبد اللطيف رشيد خلال لقائه مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، مشيرا إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتعزز أمن المنطقة واستقرارها. جاء ذلك خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له بحضور وزير الخارجية فؤاد حسين والسفير الإيراني في العراق محمد كاظم الصادق. وأكد رشيد ضرورة العمل الفوري لإنهاء اعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان ووقف استهداف المدنيين والعمل على إنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومنع محاولات توسيع الصراع في المنطقة. كما التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد الشيع السوداني، حيث جرى البحث في مجمل العلاقات بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وأشار السوداني إلى أن جهود العراق الساعية إلى منع انتشار الصراع تصب بالنهاية في صالح الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة كلها وحفظ استقرار شعوبها، مشددا على أن الحكومة العراقية سبق أن حذرت مرارا من مخططات الكيان نحو توسعة الحرب، وهو ما اتضح جليا لجميع الأصدقاء وصار هدفا عدوانيا مكشوفا أمام المجتمع الدولي. مع حدة التوترات في المنطقة على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، سرعان ما شهدت أسعار صرف الدولار في العراق ارتفاعا ملحوظا، أعاد المخاوف من تأثيرات قد تطرأ على أسعار السلع والمواد الغذائية. للمرة الثانية خلال أسبوع واحد تسجل أسواق البورصة في العراق ارتفاعا ملحوظا في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، خاصة مع مخاوف من احتمال الحرب الشاملة في المنطقة التي زادت من الضغوط على العملة العراقية والأسواق في البلد الذي يعاني مواطنه في الأساس من الغلاء وتردي الخدمات.
أي هزة تكون سياسية أو اقتصادية بالمنطقة تأثر على ارتفاع أسعار الدولار. المؤمل بأنه هذا الارتفاع ربما يكون وقتيا، اليوم أكون انخفاض بسيط، لكن إذا حثت الضربة الإسرائيلية المحتملة على إيران نعم ممكن أن يزداد، يستمر في صعوده. وسجل سعر صرف الدولار 1540 دينارا عراقي في ختام تداولات الأسبوع الماضي، بينما أشار محللون إلى إمكانية صعوده إلى مستويات 1600 دينار خلال الفترة المقبلة وسط تحذيرات من انعكاس العدوان الإسرائيلي على لبنان وإمكانية توسعه على سوق التجارة وحجم الحوالات المالية من العراق إلى الدول الأخرى. نلاحظ أن العديد من السلع في السوق العراقية قد ارتفعت لأنها قرينة الدولار، يعني هي تشترى وتباع بالدولار بشكل مباشر من قبل التجار من دول الجوار. هذا الموضوع حقيقة يسبب أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية ويؤثر على جميع مجالات العمل في العراق ويصيبها بالكساد. تأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه سوق الصرف عدم الاستقرار نتيجة عقوبات أمريكية فرضت على مصارف وشركات وشخصيات عراقية متهمة بتهريب العملة لدول تخضع لعقوبات أمريكية مثل إيران وسوريا ولبنان. ورغم قرابة عامين على بدء عمل المنصة الإلكترونية الحكومية لمراقبة حركة الدولار، لا تزال أسعار صرف الدينار العراقي مقابل العملة الأمريكية تشهد تفاوتاً كبيراً بين السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي وسعر السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي. عمار ماهر، المملكة، بغداد. قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن التحذير الذي وجهه نتنياهو إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بإبعاد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يمثل فصلا جديدا من نهج العدو بعدم الامتثال للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة. وجدد ميقاتي تمسك لبنان بالشرعية الدولية وبالقرار 1701 وبدور قوات الأمم المتحدة في الجنوب وتعاونها الإيجابي مع الجيش، مطالبا المجتمع الدولي بموقف حازم يوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. أكد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن إسرائيل تعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شخصا غير مرغوب فيه. وأضاف كاتس بأن القرار جاء بسبب عدم تنديد غوتيريش بالهجوم الصاروخي الإيراني والسلوك المعادي للسامية والمعادي لإسرائيل على حد قوله. قال حزب الله إن مقاتليه يخوضون اشتباكات مستمرة مع جنود إسرائيليين عند تخوم بلدة حدودية في جنوب لبنان. وأكدت صحيفة يديعو تحرنوت الإسرائيلية إصابة قرابة 20 جنديا إسرائيليا في حدثين منفصلين وقعا صباح اليوم جنوبي لبنان. وأضافت الصحيفة بأن الإصابات جرت خلال المعارك البرية التي يخوضها حزب الله مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية هبوط مروحيتين عسكريتين في مستشفى رمبام في حيفا. وفي ظل الاشتباكات الحدودية بين جنود الاحتلال وعناصر حزب الله، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إبعاد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عن الخطر على الفور. وقال نتنياهو في كلمة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يجب إبعاد قوات اليونيفيل على الفور، وأضاف أن وجودهم في مناطق جنوب لبنان يجعلهم رهائن لدى حزب الله على حد قوله. هذا وأصيب 5 عناصر على الأقل من اليونيفيل في الأيام الأخيرة بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان. وعلى صعيد ذي صلة، أعلن الصليب الأحمر اللبناني عن إصابة مسعفين تابعين له بغارات إسرائيلية، وذلك لدى وصولهم إلى موقع كان قد تعرض لهجوم سابق في جنوب لبنان. وقال الصليب الأحمر في بيان إن الغارة الإسرائيلية استهدفت أحد المنازل في بلدة صربين،
وأضاف أنه لدى وصول طاقمه تم استهداف المنزل للمرة الثانية مما تسبب بإصابة المسعفين. بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي طريق الدولي الحدودي الواصل بين معبري جديدة يابوس السوري والمصنع اللبناني، تراجعت الحركة التجارية بين البلدين، وتم تحويل طرق الشحن ونقل البضائع ومركبات الترانزيت إلى معابر جديدة، مما تسبب بزيادة المسافة والتكلفة وصعوبة تأمين المحروقات، فضلا عن تهديد البضائع بنقص جودتها بسبب طول ساعات الانتظار. تعتمد حركة الترانزيت وشحن البضائع ونقلها بين سوريا ولبنان بقرابة 70% على معبر جديدة يابوس المصنع الحدودي الذي تعرض لقصف إسرائيلي تسبب بخروجه من الخدمة وتوقف الحركة التجارية بشكل نهائي. بعد استهداف معبر جديدة من العدوان الإسرائيلي، العمل نحن بعده مستمر عنا، عم نستلم البضائع أصولاً، عم نستلم المواد الغازية والمعونات والمواد الأساسية، وعم يتم شحنها عن طريق المعابر الأخرى. في صعوبة بالمعابر الأخرى، بس بالنهاية عم توصل البضائع، صح ما يصير تعب أكثر وما يصير في زمن أطول، لكن عم توصل ومستمرين نحن بالعمل، ما وقفنا استلام البضائع نهائياً. ومنستلم البضائع ضمن الأصول طبعاً، ضمن عدد ووزن وفواتير نظامية، وبيتم إرسالها فوراً، يعني بتمشي البضائع تتابعاً إلى لبنان. توجيه الحركة التجارية لمعابر بديلة لكنها أبعد كالعريضة والدبوسية شكل عبئاً على قطاع الشحن في سوريا نتيجة قلة توافر المحروقات وارتفاع الرسوم وكلف النقل والشحن لمسافة أطول. بعد ما صار العدوان وتسكر معبر جديدة يابوس، اضطرت الشركات والتجار وحركة الترانزيت بشكل عام تنتقل من معبر جديدة يابوس لمعبر الدبوسية والعريضة. هذا الشيء مرحلة مؤقتة إن شاء الله، هو شكل شوية عبء بالنسبة للتكاليف، لأجور الشحن، لزيادة المسافة، للوقت، وعمل يعني تأخير شوي بالبضائع الوصولة للبنان، وحركة العبور العكسية اللي هي بتيجي من لبنان لسوريا لا تتحول للعراق ودول الخليج بشكل عام. شلل الحركة التجارية بين سوريا ولبنان أثرت في سلاسل التوريد بالنسبة لعمل الكثير من المشاريع والمصانع السورية التي كانت تلجأ بعد فرض الحصار الاقتصادي على البلاد إلى تأمين احتياجاتها وموادها الأولية عن طريق لبنان، لا سيما الصناعات الدوائية والكيميائية وغيرها. تسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمعابر الحدودية بين سوريا ولبنان بخسائر اقتصادية لكلا البلدين نتيجة تراجع حركة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى خسارة سوريا لرسوم الترانزيت للسيارات العابرة لأراضيها من لبنان إلى العراق والأردن ودول الخليج. جوليا عوض، المملكة، دمشق.